أشرقت شمس التجلي ودنا الصبح القريب. قل لأصحاب التخلي قد أتى ذاك الحبيب. أريد يا جماعة الخير فور الشرق عن استحقاق بقلب أفاق لمن دانت بحبه الأعناق، لآله وصحبه والنفاق، لمن منهجه حرية وثورة فكر والإحتار، لمن ركب على البراق، لمن سكب الدم من هو من آله وأراق من أصحابه، نبينا محمد الذي أشع نوره على الحجاز وعلى الشام والعراق، والذي أرسل الدنيا بظهوره للفراق جئت وسع كهاتين، سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسر قلبه، وصلي على سيدنا محمد صلاة ترضي ربه، وصلي على سيدنا محمد صلاة تقوي حبه، وصلي على سيدنا محمد صلاة تبهج الأنبياء وتبهج الملائكة وتبهج الآل والأصحاب والأحباب، وتكتبنا بها في اللوح من الأحباب المحبوبين المخطوبين الموهوبين المرغوبين، الذين لم تحل بينهم وبين قلوبهم، الذين لا تعاتبهم يوم القيامة دون الحساب، فإن العتاب عذاب على العاشق أشد من العذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير عتاب ولا حساب، واجعلنا يا رب واقفين بين يدي جمالك متشوفين إليه أكثر من جمال الجنة. عشقنا اللهم في ذاتك، وعشقنا في صفاتك، وعشقنا في سيد مخلوقاتك وإمام كائناتك، القادم بمجمع رسالاتك، المنزل عليه من كلماتك، المرسل بآياتك ببراهينك وبيناتك، سيدنا محمد جميل الصفات عظيم الذات نور الله الذي تجلى في المرآة، اللهم صل عليه صلاة فيها حياة، اللهم وفيها نجاة، نجينا اللهم في سفينة النجاة، أكرمنا اللهم في السفينة التي ما تخلف عنها إلا هالك، ولا أبغضها إلا مرافق، لا تكتب اللهم على أهل هذه الجلسة ولا على هذه البلاد من فساد ومن دم، نجي اللهم أرض الحجاز بسر الذي فاز واجتاز، نجي اللهم أرض العراق من كل دم يراق، نجي اللهم أرض الشام من كل شر وظلام، نجي اللهم أرض اليمن بسر أويس وسر الحسن، نجي اللهم أرض ليبيا عبد السلام بسرك يا سلام، وأرض مصر الكنانة بسر الذي وحد الله فأعانى، ونجي اللهم أرض السودان بسرك يا حي يا منان، بلاد موريتانيا والمغرب والجزائر بسرك يا رب كل طائر يا دال الحائر، اللهم نجي أرض إفريقية بسر المهدي وأهل البقية وبسر أصحاب النور والأنوار النقية وبالزهراء التقية، وادخلنا اللهم في قلب مريم وفي قلب آمنة وفي قلب خديجة وفي قلب فاطمة وفي قلوب الصحابيات والمجاهديات والوليات الصالحات، واجعلنا اللهم في قلوب العارفين واجعلنا في العارفين، واكتبنا اللهم من الذين يسبحونك في كل حين، واجعل ذراتنا ومكنوناتنا وجواهر ذاتنا خالصة لك حبا لك لا خوفا من نار ولا طمعا في جنة، اجعل حبنا لك أجمل من الجنة وشوقنا إليك أحر من نار جهنم، واجعلنا على ذلك قادرين صابرين، واجعلنا اللهم مع الذي سيبعث بعد حين، حرر اللهم بنا واشركنا في جند فلسطين، واجعلنا جندا للقدس قدس أقداسنا وشمس شموسنا وشمس جلاسنا والخمر التي في كاسنا والنور الذي في أنفاسنا، اللهم أشهدنا مشهد القدس، واجعلنا مع الذي كتبت أن يقوم قائم آل محمد وليكون قائم آل محمد بالوعد الحق الذي سيحق وهو منا قريب، ونجي اللهم حكامنا ومن حكمنا من كل فتنة، ولا تكتب عليهم تناحر، إنك تؤتي الملك لمن تشاء، وإن أمرك مكتوب مقدور في لوح مسطور، اجعل اللهم ذلك بالسلم والأمان دون حرب لا نقدر عليها، ودكدك اللهم الظالمين وقنا شر السحرة والمفسدين، وانصرنا على الملحدين، وعلمنا من علوم لا يعلمونها فنغلبهم بالعلم، ونقل اللهم تراثنا بسرنا ونورنا واهد علماء لذاتهم، وانصر اللهم سيرة نبيك في السيرة وسنة نبيك في السنة ومعنى القرآن في التفاسير، وانصر اللهم هذا الدين يا رحمن يا كبير بسر أسر الأموال الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد لما وقفت من المصير وقفت من حمد العالمين وصفت المستقيم وعلى آله 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 و